أبو عبد الله من جدة يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل هناك طريقة للخشوع في الصلاة؟ لأني حفظك الله أسرح كثيرا في صلاتي. أسباب الخشوع كثيرة، منها استحضار النية عند الدخول بالصلاة، وأعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، ومنها أيضا أن لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، ونهى عن الإسراع عند المجيء إلى الصلاة يمشي عليه السكينة، لأن الإسراع يشوش عليه صلاته، فيعمل الإنسان أسباب الخشوع. نعم.